there was once a day that i would pray for you i'd go and misbehave just so you'd notice too sneaking looks up and down from across the room and damn what a hell of a view i feel good you look great i like you i can't wait a first time a first date السلام عليكم خوتي الاعزاء كنتمنىكم منكم كاملين بكم تكونوا مزيانين بخير وعلى خير كنشكركم بزاف على التتبع ديالكم معنا في قناه ايموبيلي طونجي حاولوا تابوناو معنا الخوت اللي باقي ما باش يوصلكم الجديد ديالي الخوت اللي كيوصلوني على الارض موقع تجاري اليوم جبت لكم واحد الأرجس في موقع تجاري مساحه 326 متر الواجهه ديالها هذه دي جسم تسعة تقدر يجيك هنايا 10 ديال المحلات التجاريه بغيتي هنا تبني شي قيسارية ولا بغيتي تبني شي دار بكاراجات نتا حتعمل محالة تجارية على حسب هذا الموقع هذه الدخلة ديال مغوغة كبيرة هاد الشارع كامل كيعمر مرة ستنقع بغيتي تعمل شي قهوة أي حاجة اللي بغيتي تعمل هنايا خادة مالك كتبدا من هذا الاتجاه هذا الحد ديالها هذا من تما حتى عندك الدار بيطة. تندك شجرة الشجره الاخرانيه تبع معايا الله يجازيكم بخير باش غادي الدار من داخل. جات مربعه ما كاينش شي تروبيز حيت الخوت دائما كيتصلوا بيا على على الارض موقع تجاري يعملوا التجاره اليوم جيتكم هذه الهميزه مزيونه هل حد ما هذا اتجاه هذا من هنايا حتى نقع حتى نتاحت يعني الطول في كاين شي شي 26 متر 26 متر يجي وكاين شي 10 د المحلات التجاريه والزياده تما طيح هاد الديور هادو وتعاود تبني من جديد على حساب كاين شي ثلاثه د الديور من داخل ها الحد ديالها مع الاتجاه هذا انا لك يعني مساحه طويله تما غيجي وك يجي وقت مرة أكثر من, من عشرة المحلات تجارية تم طيح كل شيء وتبني تبني من جديد كما قلت لكم مساحه 326 مترو ملكيه هالحد الحد ديالها من هنايا وندخل كاين شي ثلاثه د الديور من الداخل تبعوا معايا باش ندخل نصورو من الداخل والثمن ديالها مزيون مناسب في العشيه كيوقع بلوكاج هنايا مجبر مين دوز من هنايا على حساب انا جيت في الصباح بكري صورت بغيتش نصور كتكون الدنيا عامره على حساب كيكونوا الناس بزاف ها الحد ديالها من هنايا حتى نقع في الصاله ديالها جات مربعه ما كاين شي تراوبيز الثمن ديالها خوتي العزاز 450 مليون مساحه 326 دمترو يعني كطيح 13000 و800 درهم للمترو مليون و مليون و380 الف فرانك للمترو تبعوا معايا ندخلوا نصوروا لداخل دابا كنتواجدوا لداخل هنا كاين واحد ثلاثه ديال الديور كطيح كلشي وتعاود تبني جديد باش كتربح هذه المساحه هذه اللي لداخل الوراق فيهم 326 تما راه اكثر من 326 متر من ديك الذره هي فينيا هادشي كلشي داخل في هاد البنايه كامله داخله في الارض لاحظتوا معايا هاد البنايه هاد الديور هادو كاملين داخلين في في مساحه 326 متر اللي كتبع غطيح كلشي وغادي يجيك قطعه ارضيه مربعه وغادي تبني في الصاله ديالك اللي بغيتي كما قلت لك بغيتي تعمل هنا شي مشروع تجاري شي قيصريه تبني شي دار ونتا حتى تعمل كراجات نحطو معايا من هنا حتى نقع حتى نفوندو هاد البناية هادي كاملة اللي دايرة هنا تلتمية و ستة و عشرين راه مساحة متسعة و الثمن ديالها مزيون تلطاشر الف و درهم للمتر هذا الرقم عندي في الواتساب اللي بغى شي حاجه يدخل عندي الواتساب